السلام عليكم حبيبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل الملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه، هاد الوصفه يعني هايله بزاف بنات، وصفه رائعه جدا، وصفه يعني لترطيب وتنعيم البشره وتقشير البشره يعني، وكذلك نزع الاسمرار، خاصة يعني فات علينا فصل الصيف والناس اللي بحرت يعني هذاك الاسمرار تاع الشمس يبقى فيهم على هذاك البنات، وراهي جاية كذلك الدخلة تاع المدارس، والبنات بزاف يحبوا ينحوا هذيك الاسمرارية ويقشروا الوجه تاعهم وتحصلوا على وجه يعني صافي ولامع وابيض، وبشرة يعني موحدة، يعني اللون تاع البشرة تاعنا موحد. اليوم جيتكم هاد الوصفة البنات يعني خاصة بجميع هاد المشاكل، وصفة هايلة، مكون موجود في البيت فقط. ولكن قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، نتمنى كل واحد خرج عندي جديد القناة ما تنساوش تشاركوا في القناة، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ومجنان. نبداو في اول مكون واللي هو سكر. هنستعمل السكر لتقشير البشرة تاعنا، لان السكر مفيد جدا للتقشير وتنعيم وترطيب البشرة، وكذلك السكر هو اللي يغلق هذيك المسامات ويعطينا هذيك اللمعان البشرة تاعنا، يعني رائع جدا السكر لتقشير البنات. نستعمل ملعقة صغيرة فقط، ملعقة تاع بلاستيك صغيرة من السكر، ونضيف لها الملعقة تاع القهوة، قهوة بودر عادية، لأن القهوة كذلك مليحة بزاف البنات للتبييض وترطيب البشرة، وكذلك تلميع البشرة وتنعيمها وتوحيد لون البشرة، ان القهوة مفيدة جدا للبنات للبشرة، خاصة البشرة يعني اللي فيها التقشرات. هاد الوصفة مليحة كذلك للتشققات البشرة. راح نضيفو ملعقة تاع القهوة مع السكر ونخلطو جيدا، ونخلطو المكونات تاعنا مليح حتى نخلطو هذيك يعني القهوة مع السكر حبة بحبة كما راكم تشوفوا، باش هنا التقشير يكون موحد ويكون هايل بزاف. كما كنت تشوفوا البنات، هذه هي الوصفه تاعنا، يعني هايله بزاف، مكونات سهله، سكر وقهوه فقط عاديه. واش راح نضيف لهم هنايا؟ راح نضيف لهم زيت الزيتون. زيت الزيتون كذلك مفيد جدا لترطيب وتنعيم البشره وتخلص خاصه من تشققات البشره، وكذلك نزع اسمرار البشره تاعنا، اسمرار خاصه اسمرار الناتج عن الشمس، لان الشمس تضرب بزاف البشره تاعنا، وهذاك يعني البنات كاين لي الجلد تاعهم ما يتقشرش خاصة من ماء البحر، يعني ما يتقشروش. هنا هاد الوصفة راح تساعدكم على تقشير الوجه تاعك والتخلص من هذاك الاستمرار ولا هذاك جفاف البشرة تاعنا. راح ندير ملعقة كذلك صغيرة من زيت الزيتون على الخليط تاعنا الاول، ونخلطو جيدا، يعني نخلطو جميع المكونات جيدا كما راكم تشوفوا. يعني هذه الوصفه سهله بزاف البنات، مكونات يعني موجوده في اي بيت، وهذه الوصفه راح تساعدك بزاف على تبييض اليدين تاعك وتوحيد اللون، خاصه البنت السمراء. البنات نحطوها القليل، هذه الوصفه الخلطه نحطوها على اليد تاعنا ولا على الوجه، يعني الوجه تاعك، وتبداي تحكي بالعقل يعني لمده 10 دقائق بحركه دائريه، وما تضغطوش بزاف البنات غير بالعقل، لان السكر راح يرش بزاف وراح ياذي لنا البشره تاعنا، يعني غير بالعقل وراح تتقشر البشره تاعنا وتحصلوا على يعني بشره ناعمه وبيضاء ومنساء، ويعني بشره رائعه جدا. هاد البنات هاد الوصفه راح نغسلوها ونرجعوا للمرحله الثانيه، يعني بعد ما نغسلوا الوصفه تاعنا بالماء الفاطر بعد ما حكيناها مده 10 دقائق، نرجع للمرحلة الثانية راح نديرو كذلك وصفة ثانية، وصفة رائعة جدا. واش نحتاج في الوصفة الثانية؟ نحتاجو طماطم، حبة طماطم، لأن الطماطم كذلك مفيدة جدا لتنعيم البشرة وكذلك نزع اسمرار البشرة، يعني الطماطم مفيدة جدا لتبييض البشرة تاعنا. راح نستعمل معاها كذلك القهوة، هنايا المكون الأساسي هو القهوة، لان القهوه كما قلت لكم البنات هي المكون الاساسي في التقشير، يعني احسن مكون لتقشير البشره هي القهوه، وكذلك ترجع لنا الحيويه تاع البشره تاعنا. راح نضيف ملعقه واحده من القهوه بودره صغيره، ملعقه واحده فقط،
ثم راح نجيب هذيك الحبه تاع الطماطم ونقطعوا منها قطعه صغيره من الطماطم تاعنا. هاد الوصفه البنات يعني راح تفيدكم بزاف بزاف بزاف، يعني ننصحكم باش تجربوها، هايله بزاف ومفيده بزاف لاسمرار البشره وكذلك تقشير البشره وترطيبها وتنعيمها، خاصه كما تكون البنات اللي سموره يعني البشره السمراء، مفيده بزاف هاد الوصفه. راح ندير هذيك الطماطم في وسط القهوه تاعنا، نحطوها على القهوه ونبداو نحكو بها الوجه تاعك ولا اليدين، يعني الاثنين تنفع معاهم في اليدين وفي الوجه، ونحكو بها اليدين تاعنا، يعني راح تنعم منا اليدين وتهطبهم وتخلصنا من هذوك الشوائب اللي في البشره تاعنا، تشققات السواد تاع الاكواع هنا في الاصابع، يعني باش لهاد تعطيك بشره ما شاء الله. البنات هذه هي البنات الوصفه، راح نخلوها حتى تنشف لمده 10 دقائق ولا 20 دقيقه، يعني على حسب ما تنشف لك هذه الوصفه في اليد تاعك، وغسليها بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. ونرجعوا للمرحله الثالثه، لان هذه الوصفه راه فيها ثلاث مراحل كما راكم تشوفوا هنايا، احنا غسلوها ونرجع لكم للمرحله الثالثه. بالنسبه للمرحله الثالثه كذلك راح نحتاج القهوه، نديروا ملعقه كذلك صغيره من القهوه، لان القهوه كما قلت لكم يعني عندها فائده كبيره للبشره، يعني تقدروا تستعملوها بكثره في البشره تاعكم بالجيلاتين، يعني وصفه هايله. وراح نستعمل معاها المعجون الاسنان، لان معجون الاسنان كذلك البنات ينحي لنا السواد وينحي تجاعيد اليدين وتجاعيد الوجه، وكذلك حتى هذوك المناطق الخشنه اللي يجوا في الرجلين تاعنا، يعني كي الرجلين يجوا الرجلين تاعنا المناطق اللي نضغطوا عليهم بزاف يخشانو، لهاد الوصفه راح تنحي لنا هذوك المناطق الخشنه وتجاعيد اليدين وتجاعيد الوجه، يعني وصفه هايله بزاف، ثلاثه في واحد، يعني وصفه هايله. راح نديرو قليل كذلك من المعجون الاسنان. بالنسبه لمعجون الاسنان اي معجون اسنان عندكم استعملوه عادي، راح ندير قليل من معجون الاسنان نضيفه فوق القهوه تاعنا. كما تعرفوا ان معجون الاسنان يعني عنده فائده كبيره للبشره البنات، ينحي هذوك الشوائب مليح بزاف، يعني يعطي هذاك يدخل لنا الريح للوجه تاعنا في هذوك المسامات، ينحي لنا هذوك الزيوت اللي يجوا في البشره خاصه يعني البشره الدهنيه. هذه الوصفه مليحه لها بزاف بزاف البنات، البشره الدهنيه دونتيفريس هو اللي يعني يخلصك منها، خاصه اللي فيهم الحبوب حب الشباب، يعني تقدر دير لهم القهوه والدونتيفريس اللي فيها حب الشباب، تستعمل القهوه دونتيفريس تقدر تستعمل هذه الوصفه من اولها، يعني المراحل الثلاثه راح ينحوا لها هاد المشكله تاع حب الشباب ولا الحب هذاك الرقيق ولا البشره الدهنيه البشره الزيتيه ما شاء الله. راح ندير القليل من الخلطه اللي درناها تاع الدونتيفريس والقهوه ولا معجون الاسنان والقهوه، ونمشوها كامل على الوجه تاعنا واليدين والرجلين، يعني هذه وصفه نستعملوها كامل مناطق الجسم تخلصنا من هذوك السواد المناطق يعني اللي فينا اللي يجوا سوداء ويجوا خشينه خاصه في الرجلين وخاصه تجاعيد اليدين اللي بالنسبه للبنات اللي فيهم تجاعيد، يعني وصفه هايله. راح نمشوها كامل على اليد كما راكم تشوفوا، يعني تقدروا تستعملوا الاصابع تاعك احسن، انا استعملت ملعقه معليش، تقدري تستعملي الاصابع البنات وتبداي تحكي في هذه الوصفه جيدا وتمشيها كامل على البشره وتخليها لمده 20 دقيقه كذلك البنات حتى تنشف هذه الوصفه، ونبداو نقشروا فيها، غير تنشف بداو تقشري فيها، قشروها جيدا البنات عاد باش نغسلو بالماء، راح تحسي بالانتعاش، يعني هذه الوصفه هايله بالناس البنات هايله بزاف، نتمنى انكم غير تجربوها، راح تدعوا لي بزاف البنات كي تجربوا هذه الوصفه لانها ناجحه 100%، وصفه طبيعيه وتخلصنا من اسمرار الوجه، ويعني مشكله الاسمرار مشكله عند جميع البنات كما تعرفوا، خاصه في فصل الصيف الواقي الشمسي نستعملوه بزاف، وهذوك يعني البنات اللي كاين اللي يديروا حبوب كاين اللي يستعملوا فوندو تاع بزاف، هاد الوصفه راح تفيدكم بزاف، وننصحكم البنات هاد الوصفه استعملوها في الليل، لان زيت الزيتون مليح غير تستعمليه يعني في الليل
لازم تستعمليه في النهار. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، فيها ثلاث مراحل، نتمنى انكم غير تجربوها بالمراحل تاعها ثلاثه. ما تنساوش البنات تخلوا لنا لايك الفيديو، ما تنساوش تجربوا الوصفه وتخلوا لنا الراي تاعكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع مطبخ خوذة دبير ام جنان. دمتم في رعايه الله وحفظه.